راعيها او حراميها. المسؤولين اللي هن شغلتهم يحافظوا على امن طرابلس هن عم بولعوها لما بدهم باتصال صغير مثل كانه بريموت كنترول. اليوم هلي عم تصور بطرابلس برا هول المدعيين الاسلام هول اللي جابوا لنا هدي فرع جديد هذا يعني لاجل هول اذا كان الاسلام هيك بدنا نغير ديننا يعني. من الولع بطرابلس بتحاول مسؤوليته هالجماعات الاسلاميه هول. الظلم موجود بطرابلس من جماعه سياسيين القديمين والمستقبل والشهال والمرعد والتكفيريين. عامل المسؤوليه الظلم بطرابلس الميليشيات واللي هم معروفين اللي عم يدعموا الميليشيات يعني بالمنطقه. بتوقع المسؤوليه على الدوله اللبنانيه لانه ما عم تهتم بشعبها، والدرجه الثانيه بتوقع المسؤوليه على السياسيين اللي هن اختاروا يمثلوا المدينه، والدرجه الثالثه على الشعب اللي ما عم يمارس ضغوط على الدوله وعلى السياسيين.